اليوم وبرعاية مصرية انطلقت في مدينة العلمين الجديدة أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والاجتماع كان بيبحث بحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية آخر التطورات للقضية الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجه القضية الفلسطينية. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن هذا اللقاء، لقاء العلمين للفصائل الفلسطينية الفاعلة في المشهد الفلسطيني. معنا دلوقتي على الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. مساء الخير على حضرتك يا فندم. لقاء العلمين اليوم في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، كيف يمكن الوصول لرؤية وطنية سياسية فلسطينية موحدة ضد جيش الاحتلال؟ يعني أولا مساء الخير لحضرتك ولكافة المشاهدين. قلت في المقدمة أن في ظل الاقتحامات والاعتداءات اللي بتقوم بها إسرائيل، كيف يمكن تحقيق رؤية ومقاربة ومصالحة؟ ده مختصر الكلام، وده اللي خلى مصر اتحركت لاستضافة هذا المؤتمر. هذا اللقاء كيف تم؟ في بداية هذا الشهر إسرائيل قامت بعدوان كبير على مدينة جنين، اقتحمتها، دمرت أحياء فيها، قتلت أكثر من 12 مدني، أصابت العشرات وشردت الآلاف. جزء كبير من سكان جنين تركوها لما دمرت منازلهم، وكان بمثابة نكبة جديدة. الرئيس أبو مازن يوم 10 يوليو دعا للقاء للأمناء العامين للفصائل. مصر التقطت الدعوة لأنه كان ممكن يدعو لاجتماع، لكن لا يتم لعدم وجود مكان. بعض قادة الفصائل لا يستطيعوا دخول الأراضي الفلسطينية. دول عربية كثيرة يأست من المصالحة ومن لقاءات الفلسطينيين، لكن مصر اللي راعت اللقاءات واللي اخترع المصالحة واللي اخترع كل ما يهم الفلسطينيين من أجل الحل، قالت لهم تعالوا أهلا بيكم في مصر. انعقد اللقاء اليوم وسط تأكيدات على أنه دي إحدى الفرص الأخيرة، يعني قبل ما يأتي ما هو أسوأ. عارفين دلوقتي اللي بيحكم إسرائيل حكومة شديدة التطرف، شديدة اليمينية، حكومة الولايات المتحدة نفسها بتنتقدها، وده شيء طبعا يعني نادر في السياسة الأمريكية. والرئيس بايدن بيقول إن هذه الحكومة تشبه الحكومة اللي كانت موجودة في 73، واللي كانت من أسباب هزيمة إسرائيل كما يرى الرئيس الأمريكي. مصر استضافتهم، وفرت لهم كافة سبل وسهلت لهم عقد اللقاء اليوم، وعقد اللقاء. ورغم ان اللقاء انتهى وانتهى على يعني دعوة لتشكيل لجنة وطنية من أمناء الفصائل اللي حضروا النهاردة لمناقشة أو للبناء على ما تم مناقشته، وستكون هناك دعوة جديدة، لأن مصر ما زالت وستواصل مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب الجميع حتى يصلوا إلى مرحلة المصالحة، لأنه بدون هذه المصالحة الكل الفلسطيني خسران. صحيح. الضفة بتتعرض لعدوان يومي، اقتحامات لجنين ونابلس وطول كرم وسلفيد، وكل حتة في الضفة شهداء بشكل يومي منذ بداية العام. غزة محاصرة، السلطة بتعاني أزمات مالية، حماس بتعاني أزمات مالية. في نفس الوقت اليمين الإسرائيلي يتغول ويزداد عدائه للفلسطينيين، وبيزداد في يعني عملية الاستيطان اللي بيقوم بيها، وبالتالي فليس أمام الفلسطينيين سوى الجلوس والتفاهم والتفاوض للوصول إلى مصالحة. ومصر يعني تتحمل بصبر كبير جدا الخلافات الفلسطينية والمناكفات ولا تيأس، و15 سنة وهي تستضيف الفصائل الفلسطينية على أمل المصالحة في النهاية.
صحيح، يعني يمكن 15 سنة من هذه اللقاءات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، لكن عايز أسأل حضرتك، يمكن لو صح هذا التعبير، هل لمست اليوم نظرة واقعية من الفصائل الفلسطينية للقضية الفلسطينية وسبل واقعية لحل أهم القضايا اللي ممكن تحمي حقوق الشعب الفلسطيني؟ يعني بصراحة لا، يعني كنت أتمنى أنه عندما تأتي الفصائل إلى القاهرة لا تبحث في الملفات من بدايتها. ما بحث في الماضي قد بحث، مش عايزين نرجع تاني نفتح الملفات وناخد القضايا الشائكة، لأنها بحثت مئات المرات، بحثت في مصر عشرات المرات، في السعودية، في الجزائر، في ماليزيا، في لبنان، في السودان. فكان يجب أن تكون هناك واقعية وأن نبدأ من حيث انتهينا. ومصر في 2017 تم توقيع اتفاق مصالحة أقسم قادة حماس على تنفيذه، ولكن الصف الثاني والثالث في حماس أوقفوه. موظفين يعني ليسوا في مراكز قيادية خرجوا المسؤول السلطة اللي رايحين يستلموا الوزارات والهيئات وقالوا لهم توظفونا وتدونا مرتبات وإلا مش عايزين مصالحة. وتعطلت المصالحة. كان لازم نبدأ من هنا، كان لازم نبدأ من حيث انتهينا. الفلسطيني ليس لديه رفاهية إضاعة الوقت، كل يوم يمر الأزمات الاقتصادية تزيد والأزمات السياسية تزيد. صحيح. وإسرائيل لكي تتوحد تتوحش ضد الفلسطينيين. نتنياهو يعني ممكن في المرحلة الجاية علشان يقدر يهدئ الاعتراضات والمظاهرات ضده ممكن يقوم بمزيد من الاعتداءات. اليمين بيزداد شعبية كلما ازداد تغول على حقوق الفلسطينيين. العالم كله مشغول بالحرب الروسية الأوكرانية. صحيح. كل دولة عربية لديها مشاكلها وتغيرات دولية يعني عظيمة وتغيرات اقتصادية تؤثر على العالم كله، إنما ملف المصالحة الوطنية برأيك أستاذ أشرف، ما هي ملامح الخطة المفترضة لتحدث الفارق في هذا الملف وتحمي للشعب الفلسطيني حقوقه؟ هي خطة بسيطة جدا، هي أن نتصالح أولا وتجرى انتخابات، وعندما يختار الشعب الجهة اللي يختارها الشعب في الانتخابات هي اللي تمشي برنامجها. حماس بتقول أنا برنامج مقاومة وجزء من البرنامج بتاعي أحارب إسرائيل. السلطة بتقول يا جماعة إحنا عملنا اتفاقيات والعالم معترف بينا وبناخد مكاسب في الأمم المتحدة ومنظمات اعترفت بينا ودول اعترفت بينا، خلونا نمشي على النهج ده، المقاومة السلمية، إن إحنا نكسب تعاطف العالم. السلطة يعني لديها رؤية وحماس لديها رؤية، لكن على الأرض الاثنين متقاربين. على الأرض حماس نفسها برغماتية في التعامل مع إسرائيل، بتحمي حدود غزة، ما فيش يعني ما فيش حد يقدر يتسلل باتجاه إسرائيل يقوم بعملية أو غيره. في تهدئة، العدوان الإسرائيلي الأخير واللي قابله على غزة استهدف الجهاد نفسه، حماس ما دخلتش. فعمليا الاثنين متقاربين. نظريا هناك دائما من يعلي في الطلبات وفي المواقف علشان الشعبية، لكن في النهاية لابد أن ينزل الجميع على الأرض ويتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات والعمل بهدوء لكسب يعني تعاطف المجتمع الدولي، لأنه كل سنة بتمر مزيد من الأراضي إسرائيل بتهضمه، مزيد من الاستيطان، مزيد من المستوطنين. وبالتالي إن احنا نحل النهاردة أفضل ما نحل بكرة. المهم إنه يبقى في كتلة فلسطينية واحدة بتمثل الشعب الفلسطيني ككل وليس فصائل. يعني الصراع بينها منهك أكثر من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. صحيح، إنها المصالحة الفلسطينية وحدها تحمي حقوق الشعب الفلسطيني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معانا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام.